انا جيرو ديال المقهى، خدامين معنا واحد، خدامين معايا واحد 6 ديال الناس. كاين سيدي جوج ديال بنات الميناج وجوج ديال لي سيرف ديال لي سيرفور وجوج ديال لي بارمان وعاد الباترون وعاد انا. هاد الاغلاق جانا على غفله. حنا الناس ضعفاء خدامين حنا في المقاهي وفي المطاعم. الناس كاينين الناس دراوش، كاين اللي عنده الكراء، عنده الضوء والماء، عنده المصاريف، ورمضان تيبغي واحد 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 الصالير لانه باش يكون الوليدات ديالو باش يصوم رمضان في امان الله. انما حاجه واحده، حنا هاد رئيس الحكومه السيد العثماني، حنا جاتنا الضربه على غفله، ما بغيناش حنا هذا القرار هذا يدار. وإلا كانت شي حاجة اللي غادي دار دار قبل بواحد المدة باش الناس يعرفوا راسهم بإلا راه عندهم واحد الوقت غادي يسدوا ليهم فيه باش يعرفوا الناس باش يديروا الاحتياطات ديالهم. دابا كاين الناس اللي جاتهم الضربة على غفلة وتا واحد ما لقاها كيف بغاها، والناس دراوش وما عندهمش الله يحسن العون للجميع. هذا الخبر هذا تلقينا ليه فهاد قبل هذا الشهر المبارك. الناس كاملة، الشعب كامل بالنسبة ليه تصدم، واحد الصدمة كثيرة بزاف. الناس ما عندهمش دراوش الله يحسن العون للجميع. انتم راكم عارفين هاد القضية هذه، راه حتى واحد ما لقاها كيبغاها، كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش. بحال هما دابا مثلا هاد الناس اللي عندهم التوظيف وعندهم كذا، عنده الصالير ديالو مضمون. هاد الناس اللي خدامين في المقاهي وفي المطاعم، كاين اللي عنده لاسينيسيس، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي عنده خلصة زينة، كاين اللي ما عندوش. كل واحد دابا لي سيرفور مثلا تيخدم كانت الخدمة مطلوقة، كان يصور واحد البركة كانت ديال وليداتو، دابا الوقت ولا محدد مع السدان ديال 8. الناس راه ما الكليان مثلا باش يجيو يدخلوا مع 8 للكافي يتقهوا ياخذوا راحتهم، ولاو تيضربوا غير واحد ان فوا تيجيو الكليان يتقهوا تيقول لك سد. حنا مع القرار ديال الحكومه وحنا معاهم في جميع المحاولات، انما حاجه واحده يديروا واحد الحل دراوش. الناس راه ما عندهمش، الا كانوا غادي يسدوا دايرين هذا القرار السدان 8 مع 6، يعطي واحد 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 الصالير للناس باش يدوزوا سيدنا رمضان، والله يسهل على الجميع. هاد الناس هادو راه تيألموا. كاينه الكافي اللي فيها 8 ديال الناس، غير كافي وحده فيها 8 ديال الناس، من المغرب من طنجه حتى للكويره، شحال كاين ديال الكافيات، شحال كاين ديال الريستورا، شحال كاين ديال المطاعم، كاينين عدد ديال الناس خدامين في هاد القطاع هذا. المقهى وحده فيها 6 ديال الناس ولا 8، فيها باترون، فيها جيرو، فيها جبارمان، فيها لي سيربو جوج، فيها جوج البنات الميناج. هاد الناس شنو غياكلوا وشنو غيشربوا في هذا الشهر المبارك؟ وهذه عام وهاد الكوفيد هذا، نتمنوا من الله سبحانه وتعالى الزواج اللي هز علينا هذا الوباء. وليني هاد الدراوش هادو شنو غياكلوا؟ راه وصل لهم العظم، حتى واحد ما لقاها كيبغى. راه مسكين واحد مثلا كاري ب 1500 درهم وعنده الضو والماء تجي واحد، وفين هو الصالير؟ وفين هو مثلا المصاريف ديال الوليدات ديالو باش يصرف على راسو باش كذا؟ الوقت راه ولات صعيبه، ولا اله الا الله محمد رسول الله. هذا القرار اللي اخذت الحكومه يعني راه ضرر لصحاب المقاهي، يعني الفئه الهشه اللي بحال السربايا وبحال السيرفورات وفام ميناج، يعني واحد الناس اللي تيعيشوا بوساطه بزاف. يعني هذا القرار راه ضر هاد الناس وضر اصحاب المقاهي، وحنا كزبناء يعني تنتقهواو يوميا، القهوه خصك ضروري يعني مدمنين، ان ماده الكافيين ما تدخل في الدم، يعني بلا ما تولي مدمن على ماده الكافيين. يعني وهذا القرار يعني راه ضرر بزاف لهاد الفئه هذه. تنطلبوا من رئيس الحكومه يشوفوا اجراءات اللي مبادله لهذا الشيء، يعوضوا هاد الناس ولا يديروا معاهم شي حل. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.